للمرة الأولى منذ توليه المنصب يصل الرئيس عبد رب منصور هادي إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، يرافقه مجموعة من الدبلوماسيين العرب والأجانب وممثلين عن الأمم المتحدة. الرئيس الذي حضر افتتاحية الجلسة غير الاعتيادية خلال انعقاد الدورة البرلمانية بمدينة سيئون وجه رسائل مهمة أبرزها حث المجتمع الدولي ورعاة السلام على إيقاف المماطلة والنظر في رفض الحوثيين لكل جهود السلام، كما شدد على الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة للعمل وطالبهم بمضاعفة الجهود، ووجه نداء إلى كافة أبناء الشعب اليمني بعدم فقدان الأمل. إلى كل أبناء اليمن الذين اليوم نزف لهم هذه البشرى بالتئام مؤسستهم التشريعية وعودة مجلس النواب من خلال انتخاب هيئة رئاسية جديدة تقود المرحلة المقبلة والهامة في هذه اللحظة الفارقة من حياة شعبنا من أجل استعادة دولته وجمهوريته. يعني لا شك أن عودة التئام هذه المؤسسة البرلمان نقطة جوهرية وأساسية في تعزيز مناميك الدولة الشرعية التي حاولت مجاميع يعني عصابة الانقلاب أن تنقض على مقومات الدولة. اليوم عندما تلتئم هذه المؤسسة أعتقد أنها علامة فارقة ستكون في المرحلة القادمة. هذا الانعقاد وهذا التجدد والبدء بالعمل أستطيع أقول أنها ضربة قاسمة أولا للانقلاب، وأيضا مطمئنة للشعب اليمني أن اليمن الآن بإذن الله عز وجل بمؤسساته التي اكتملت اليوم بالمؤسسة التشريعية بأنها ستعمل إن شاء الله تعالى على تحقيق الأهداف الكبرى وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب. يأمل المواطن اليمني أن تقف الدورة الجديدة للبرلمان أمام القضايا الملحة والأوضاع التي تشهدها البلاد، كما يعول عليها في الخروج بقرارات نافذة من شأنها المساهمة في التخفيف من وطأة الحرب وظروفها التي أرهقت المواطنين. وصل الرئيس هادي إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت إذن، حيث افتتح جلسة البرلمان المتعثر منذ انقلاب الميليشيا، لكن السؤال الأبرز هل سيستمر الرئيس وحكومته ونواب البرلمان في اليمن أم ستكون مجرد زيارة؟ حداد مسعد، قناة بلقيس، من قاعة البرلمان سيئون.